بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع، ده نموذج للاختبار اللي ممكن يجي لك زيه بإذن الله يوم الاثنين. Put right in front of the correct statement and sign X in the front of the incorrect ones. Number one, the brain responsible for processing information. المخ مسؤول عن عملية تكوين المعلومات. Read and green traffic lights are code. الإشارة الحمراء والإشارة الخضراء في الترافيك بتعتبر أكواد. نمرة 3، أكاشيا trees grows in Amazon forest. أشجار الأكاسيا بتنمو في غابات الأمازون. ورا كل مجموعة أسئلة من دول، هما دول 3 أسئلة صح وغلط. الإجابات طبعا أنا مش هقول لك الإجابات، لكن أنت هتشوف الإجابات بعد ما تجاوب أنت الأسئلة، يعني ما تبصش على الإجابات قبل ما تجاوب. جاوب وبعدين سجل إجابتك في الورقة. الصفحة اللي بعد الأسئلة على طول هي فيها الإجابة بتاعت نفس الأسئلة اللي أنت كنت بتشوفها في الصفحة دي، زي ما هو قدامك دلوقتي كده مجاوب لك اهو. طبعا انت المفروض ان انت ما تشوفش الإجابة إلا لما تجاوب عشان تشوف إجابتك عاملة ايه وتمرن نفسك. اهو عامل لك صورة جميلة اهو عشان مزاج سعادتك عندي مهم. يعني السؤال التاني، choose the correct answer. أول سؤال في اللي تشوز، what feature of light helps you see yourself in the mirror؟ إيه الميزة اللي بتخلي سعادتك تشوف نفسك في المراية؟ الإجابات refraction الانكسار، ray lens طول الشعاع، short rays كسر الأشعة، reflection الانعكاس. طبعا الإجابة زي ما قلت لك حضرتك هتعرفها في الصفحة على طول بعد الأسئلة ما بتخلص تماما، يعني دول 4 أسئلة، بعد السؤال الرابع هتلاقي الإجابة في الصفحة الايه، في الصفحة الرابعة. النقطة التانية، سامح درايفز هيز بايك اند وايل ذات he hears a car behind him. سمع كان سايق العجلة بتاعته وماشي بيها، وبعدين في الوقت ده سمع عربية جاية من وراه. he turns away so as not to hit. التفت وراه علشان ما تخبطوش. the system that received a signal made سامح realized that is الجهاز اللي استقبل الإشارة ديت وخلى سامح يدرك هذا هو ايه بقى. ذا نيرفس سيستم الجهاز العصبي، ذا ريسبيريتوري سيستم الجهاز التنفسي، ذا دايجستيف سيستم الجهاز الهضمي، ذا سيركيولاري سيستم الجهاز الدوري. حضرتك هتختار واحده من الاربعه دول. ايه اللي خلى سامح يقدر يبص وراه؟ الجهاز اللي استقبل الإشارة ديت وخلى سامح يبص وراه، ايه هو بقى؟ اختار واحدة من الأربعة دول. رقم 3، your sensation of hot weather إحساسك بالطقس الحار depends on sensory respiratory in the الجهاز المسؤول عن المستقبلات الحسية عشان تحس بحرارة الجو هو ايه؟ eyes العين، skin الجلد، nose الأنف، air الأذن. رقم 4، eagle is bird of prey who eats meat.
النسر حيوان جارح بياكل اللحم. Its beak is strong and sharp. المنقار بتاعه حاد وقوي. This structural adaptation helps it to. هذا التركيب التكيف التركيبي يساعد على. اختار بقى C. يرى. Ripping meat. تمزيق اللحم. Find a shelter. إيجاد المأوى. Escape. الهروب. Escape. الهروب. ديت الإجابات الأربعة اللي انت هتختار منها. طيب حضرتك يا فندم بقى دلوقتي هتشوف الإجابة بعد الأربع أسئلة دول على كل سؤال. طبعا أنا يهمني جدا إن انتوا تنجحوا، ولذلك أنا بعمل المجهود ده علشانكم انتوا. أرجو يكون اهتمامي بيك مش أكبر من اهتمامك بنفسك. محدش بيهتم بحد أكتر من نفس الواحد ما بتهتم بنفسها. عشان كده عايز الاقي استجابة، وعايز الاقي مذاكرة، وعايز الاقي مجهود، لان لو لقيتك ما بتستجبش ليا انا هشوف المجموعة اللي بتستجيب ليا وهعمل لها مجموعة لوحدها، وهي ديت اللي هقول لها على الحاجات. طالما اللي بيتقال زي اللي ما بيتقالش يبقى لا، الناس اللي هتستوعب هي دي الناس اللي